الظروف اللي كنعرفو اللي كيمر منها الرئيس ديال النادي، بغينا نعرفو الشكل ديال الطمئنات. السؤال ديالك واضح وغادي نجاوبك. لا كل صراحة لا ما تنعرفو دابا، يعني مواقع التواصل الاجتماعي كنت يقول بأن غيجي فلان غيجي هذا غيجي هذا، أكيد بأن حتى اللاعبين تاهما بشر، كاين بعض اللاعبين مثلا اللي تاهما غادي توصلهم بعض الإشاعات، فهذا هو اللي أكدنا لأن هذه أشياء إيجابية طمأن اللاعبين طمأن الطاقم الداخلي، هذا هو اللي بغا يوصل لا أقل ولا أكثر. أكيد بأن الوداد لا خوف عليها دارجة لا إن شاء الله، فكان التدخل ديالو اللي بوزيتيف وهذا هو الشيء اللي كان إيجابي بالنسبة للمجموعة. يا جماعة حسين التعقدير اللي تنعرفو كل ما تيدروش، كاين فريق الوداد الرياضي اللي كان كذلك عنده عياء كبير على اللاعبين، اتضح اليوم تقريبا كي شفنا العملو وشفنا عدة لاعبين، كنا حاولنا نهزو من لوريتم شوية باش نديزيكيليبريو فريق حسنية تعقدير، لأن عرفنا بأن شحال هذا ملعب وكاين عنده موك كومبيتيسيون، مسقط علاش؟ لأن كنا لعبنا بواحد الريتم شوية منخفض، لكن دوزيام ميطون شفنا عدة فرص ما كناش موفقين. أنا أكيد بأن اللاعب اللي تيكون مظلم مثلا كاين واحد شوية ديال العيا أكيد بأن غادي يأثر على التركيز ديالو، ولكن أهم نقطة في أكادير في ظل الظروف اللي عشناها، فتنظن بأن إيجابية. نتمنى إن شاء الله في باقي الدورات التحاق ديال بعض اللاعبين اللي غادي يكونوا إن شاء الله جاهزين 100% كما أكد عليها السي فوزي. أنا دائما تأثرت في المقابلة اللي فاتت وهذه المقابلة وجميع المقابلات، السي فوزي تأكد على المجموعة وعلى جميع اللاعبين. نتمنى إن شاء الله في باقي الدورات نكونوا أحسن بدنيا، لأن فريق كما شاف الجميع اليوم بأن خلقنا عدة فرص غير ما كناش محظوظين. نتمنى إن شاء الله الحظ يكون بجانبنا في باقي الدورات إن شاء الله. وبعد ما تفوتنيش المناسبة نشكر السي المجيد البلاكي وكذلك طلال والإخوان جميعا، لأن جاو التحقوا باللاعبين ويعني بأن كانوا بجنبنا تقريبا هذا الأسبوع كله، كذلك التحق ديال الفندق، فطمأنوا اللاعبين وكانت أشياء إيجابية. نتمنى إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.